مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وبنبدا مع حضراتكم اولى فقرات برنامجكم صباح بيه، وبنبداها مع اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، وايضا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مبولي والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي. مشاهدينا تعالوا نروح نشوف تقرير عن هذا الاجتماع ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة المشروعات الإنتاجية والصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة. كما استعرضت السيدة الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
كما وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا يعني خبر دلوقتي برضو حابين ان احنا نتكلم عنه ونعرف عنه تفاصيل اكتر. طبعا حضراتكم عارفين احنا ما زلنا مستمرين في اجراءاتنا الاحترازيه، مستمرين لسه في جائحه فيروس كورونا، ولازم كلنا ناخد احتياطاتنا. والحقيقه طبعا الفتره اللي فاتت كلنا سمعنا عن ممكن يكون في وجود موجه تانية، وعايز اقول لكم ان اكدت منظمه الصحه العالميه على فكره وجود موجه تانية لفيروس كورونا المستجد، لانها من طبيعه الفيروسات طبعا، لكن ليس معروف ما مدى قوتها. خلونا نعرف تفاصيل اكتر ونتكلم عن هذا الموضوع اكتر. معانا على الهاتف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة. الو، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه طبعا دكتور احنا يعني الفتره اللي فاتت يعني احنا طبعا مستمرين في اجراءاتنا، ولكن دايما كنا بنسمع ان ممكن يكون في موجه ثانيه من فيروس كورونا، ودي من طبيعه الفيروسات. فهل من المتوقع فعلا ان تشهد مصر موجه ثانيه؟ طيب خلينا نرجع كده 100 سنه ورا. تمام. 1918 في مارس ظهرت الانفلونزا الاسبانيه وقضت على 50 مليون مواطن حول العالم. برضو حضرتك تعرف طبعا الطب الوقائي في الفتره دي كان غير الوقت الحالي. طبعا احنا دلوقتي 100 سنه في تطور كبير في الطب الوقائي والطب بشكل عام. ظهرت في مارس وتوقع انها ممكن تنتهي بعد كم شهر، لكن ظهرت بقوه ضعفين وحاجه في شهر 9 1918. تمام يعني بدأت في 3 وبعدين برضو رجعت بقوة تاني في شهر 9. يعني أنا عايز بس أوصل الناس إن الناس ساعتها برضو كان كبار السن والمرضى هم اللي كان بيعانوا أكبر من الإنفلونزا الأسبانية، لكن ظهرت الموجة الثانية على شرائح كبيرة جدا من الشباب. الطبيعي بيحصل في أي فيروسات بيحصل طفرات فبتأثر على المستقبلات اللي بتشتغل عليها. طبعا في حاجه اسمها اي سي اي 2 ريسبتور بيشتغل عليها كورونا وموجوده في الرئه بكميه كبيره. ودي المدخل الرئيسي اللي كان عن طريق السبايك بتاع الكورونا انها تدخل على طريق الجسم الانسان في الرئه، واللي بتعمل مشاكل كتير في التنفس وبدات تعمل جلطات ومشاكل كبيره جدا. واخر ابحاث اتقالت انها بتدخل في عضلات القلب وبيفضل المريض بتاع كورونا يعاني شهور كبيره جدا بسبب انها بتعمل مشاكل ما بتتعالجش. عشان كده بنقول لازم نخلي بالنا. طبعا على فكره كان ده اتعملت ابحاث عليه في الدول بره. طيب طيب بدا يظهر دلوقتي في اعراضه على فكره ظهر من فتره الجهاز التنفسي على هيئه مثلا نزلات او اسهال. ايوه. وللاسف الشديد في بعض التقارير جايه من بره بتقول ان هي بدات تظهر على الاطفال. كان في البدايه خالص كان ما فيش تظهر على الاطفال، حتى كان في بعض المنظمات العالميه اللي بتقول ان كورونا ما بتصيبش الاطفال. تمام. وكنا معتمدين على الجزء دوت ان خلاص اطفالنا في امان. مظبوط. دلوقتي لما ظهرت المدارس في بلد ترجع في الدول الاوروبيه وامريكا والبلاد دي كلها مظبوط بدا يظهر ان في بعض الاطفال عندهم مشاكل. وللاسف الشديد في معلومه مش مؤكده
لكن في تقارير في يعني ان كانت مش على مدى كبير على مساحه واسعه بتقول ان هي بتعمل مشاكل الاطفال بشكل عام او الكبار وبتاثر على البنكرياس. طب ومعنى دكتور تاثر على البنكرياس انها ممكن تعمل مشاكل في السكر جزر لانجرهانز، ممكن طبعا تصيب المريض وممكن يجي له سكر. الحاجات دي كلها طبعا ده لازم امر جديد بقى. موضوع البنكرياس لا هي يعني بقول لحضرتك يعني تقارير مش كبيره لكن هو امر جديد ظهر. خلي بالك يا استاذ يوسف في نقطه مهمه جدا. ايوه والكلام ده انا يمكن قلته الناس لازم يعني تعيد كويس قوي، يعني كورونا ما زال يحمل في ضربات الكثير. ايوه كورونا كل يوم بيطلع باسرار. الموجه الثانيه في مصر احنا طبعا حضرتك عارف المدارس خلاص على وشك مظبوط، والاعتماد على المساحه الزمنيه اللي كانت بيننا ما بين اوروبا بره في 2000 في مارس 2000 احنا مثلا بره ظهرت في شهر 11 19 في الصين. أيوة. احنا بدا عندنا نعمل راست في مارس 2020 او 20 مظبوط، ففي حوالي 3 شهور بيني ما بين اوروبا. مظبوط صح. ما هو ده فعلا انا كنت دي. ما هو ده اللي كنت اتكلم فيه مع حضرتك، يعني هل مثلا الموجه الثانيه ليها مؤشرات معينه حضرتك فدنا بيها؟ هو على فكره ظهرت فعلا مؤشرات في بعض دول بره. في نقطه بقى، المساحه الزمنيه اللي بيني ما بينهم في الفتره اللي فاتت مش هتبقى موجوده في الموجه الثانيه، لان اوريدي كورونا موجوده في مصر. وبدا يظهر على فكره حتى على يعني على الشباب، بدا يظهر ان في شباب كتير مصاب الفتره اللي فاتت. يمكن الرصد عندنا والتقييم قل شويه على البدايه. الناس نزلت الشارع، وحضرتك لو تفتكر من نهايه شهر 5 والاجراءات الاحترازيه اللي بنشوفها في الشارع العاديه خلاص اختفت. انت مظبوط. فاحنا بندعو الناس دلوقتي الكمامه. هو اللقاح الطبيعي او الوقائي ليك دلوقتي، حتى يظهر اللقاح الدوائي. هتعرف ان اللقاح دلوقتي في احنا عندنا دلوقتي لقاحين من الصين. وبنعمل تجارب سريه عليهم. في مصر اللقاح ممكن ياخدوا شهرين ثلاثة على بال ما لازم المرحلة الثالثة تخلص. مظبوط. ولازم تخلص على مساحة كبيرة بالالافات على البشر على مستوى العالم. طيب وطبعا حضرتك عارف ان اللقاح دوت ممكن يظهر في حاجة اسمها ريسس جينات معينة مثلا او تفصيل معين من البشر مثلا يجيب مثلا نتيجة في الصين، ممكن ما يجيبش نتيجة مثلا في روسيا نفس اللقاح. عشان كده لازم دايرة اللقاح توسع، عشان كده احنا عاملين حتى المبادرة معمولة مع الدول العربية الاردن والسعوديه والامارات ومصر، واحنا متوقع ان احنا ندخل ب 6000 متطوع. والموضوع على فكره بسيط جدا، هو عباره عن جرعتين بيتاخدوا، جرعه في الاول بيتاخد جرعه تنشيطيه بعد 21 يوم. حتى في الانفلونزا العاديه استاذ يوسف بندي في حالات معينه ما يكونش الفرد خد اللقاح قبل كده في عمره او اقل من 9 سنين مثلا، بندي ممكن الجرعه بتاعت الانفلونزا مرتين. ممكن تاخد مره دلوقتي مره النهارده مثلا مره بعد 15 يوم عشان يحصل تنسيق للجهاز المناعي اللي يقدر يقابل الفيروس ويتعرف عليه ويتخلص منه. طب دكتور في سؤال مهم، هل يعني لا قدر الله طبعا يعني ما يكونش في موجه ثانيه يا رب ان شاء الله، بس هل لو لا قدر الله في موجه تانية هل هتيجي برضه متوقع انها تيجي مدى قوتها يعني، وخصوصا طبعا ان مصر دلوقتي يعني الفتره اللي فاتت عرفت ازاي يعني تقدر تفتح مستشفيات للعزل، تقدر تحاول انها الحمد لله بقدر كبير تسيطر على الموجه الاولى، فهل مدى قوتها؟ برضه في ناس بتسال هل طب اللي جاله كورونا وخف منها هل ممكن تيجي له تاني؟ طب هل ممكن يعدي بعد كده حد؟ في اسئله كتير جدا برضه حابين حضرتك توضحها لنا. يعني التقرير اللي جاي من المنظمات العالميه برضه بتشتغل على موضوع كورونا، متوقع ان كورونا ممكن تيجي بقوه اكبر بكتير لو بدات الموجه الثانيه. خلي بالك ان زي ما قلت لحضرتك كورونا نفسها بيحصل فيها طفره. فبالتالي ممكن الاثار السلبيه والجانبيه اللي ناتجه عن الاصابه الثانيه والموجه الثانيه تبقى اشد واقوى فتكا. لكن حضرتك انت عارف ان احنا مصر خلاص بقى يعني احنا ايه اتعلمنا الدرس، يعني مثلا كنا في البدايه على بال ما اكتشفنا انها بتعمل جلطات في الجسم وبندي مسيلات خدنا شهور. مظبوط. احنا دلوقتي مجرد ما بنعرف ان المريض او بنشك ان المريض عنده كورونا بندي مسيلات للدم. على فكره مسيلات الناس ما تخافش منها لان هي لازم تتاخد، مجرد ان انا اشك ان التحاليل بيحصل فيها اخطاء كبيره. فبعتمد على الاعراض،
بجزء كبير يعني. واحنا مثلا مش كل مثلا يقول لي التحاليل بتاعتي قريبه جدا من انها تبقى كورونا. طب انت بتشكي من ايه؟ طب بشكي من اعراض تكسير، شويه برد، ممكن يجي لي اسهال، ممكن. فببدا بتعامل معاه سنة كورونا وامشي معاه واتابع، لان في خطا بيقع فيه الناس حتى المتخصصين بالصحه، المختصين بالصحه، ان هو الموضوع بتاع مسالات الدم ده ما بيهتمش بيه. واحد الاسباب الرئيسيه للوفاه في كورونا هي الجلطات. جلطات فطبعا ده على بال ما اكتشفوا العالم، وايطاليا كانت بتشرح والصين وكده، خدنا شهور كبيره واكتشفنا الموضوع ده بعد مارس او بعد ابريل. فاحنا دلوقتي عندنا اجراءات احترازيه ومستعدين اكتر. فمصدي لكن القصه كلها في ايه؟ ان احنا نرجع للقاعده الرئيسيه في الانفلونزا او في الاصابات باي فيروسات او اي وباء. الطب الوقائي. طب يعني العالم طب الوقايات في اكثر من بس احنا برضو عايزين نؤكد يا دكتور ان مش اي حد يجيله برضو برد عادي ياخد مسيلات وحاجات زي كده. لا طبعا، لا طبعا لازم لما يتاكد يعني. لا لا، عشان كده احنا بنقول لك كمان حضرتك عارف ان يعني بالمناسبه مصر الانفلونزا خلاص وقته دلوقتي متوفر، اعتقد دلوقتي متوفر خاصه كبار السن، وامن للحامل بس يفضل ما تاخدش اول 3 شهور. ايوه. وامن الاطفال جدا. ده يمكن الناس ما بتربطش بينه ما بين كورونا. لا، هو ليه علاقه اني انا لما باخده وبحمي نفسي من الانفلونزا العاديه حتى لو جات لي كورونا جهاز المناعه عنده استعداد يشتغل. ايوه. لكن القصه الكبرى او المشكله الاكبر لو انا جالي انفلونزا عاديه مثلا وجهاز المناعه بدا يضعف واصاب بكورونا بالصدفه، طبعا حظي سيء جدا بس جاي. مظبوط. خاصه احنا داخلين على المدارس. وطبعا احنا بنبص على المدارس وكلنا عندنا اولاد وكلنا خايفين، وانا اب زي الاف الاباء في مصر. طبعا طبعا. يعني نداء للمسؤولين في المدارس، الاهتمام ببعض الحاجات، النظافه مهمه جدا جدا. مزبوط. التباعد مهمه جدا جدا. كنت مزبوط. اتمنى ان احنا يعني الدراسه تبقى اونلاين، ان الدروس التعليميه تتعمل على اسطوانات كبيره، لان احنا صحه اولادنا اهم من اي حاجه. الحياه مش لازم تقف، ده طبيعي طبعا، والقطره الاقتصاديه لازم تستمر، لكن انا مش عايز اعتمد على اني ببص على التجربه بره واشوف في مصر يحصل ايه. لا، كل بلد بيبقى لها ظروفها يعني. كورونا موجوده في مصر، لازم نعترف بكده، ولازم نعترف بنقطه ان الناس بدات تفقد الاحتياطات اللي بتاخدها ضد كورونا. حضرتك بص في الشارع مفيش حد لابس كمامه. أيوة. بص ادخل على سوبر ماركت او على اي حاجه مفيش حد لابس كمامات، والاختلاط. أيوة. بالناس، وناس بتعمل افراح حاده جدا، افراح نازله الاختلاط بشروط معينه. ان حضرتك احنا شعب حميم شويه. ايوه صح، مظبوط. فانا من خلال برنامج حضرتك بنصح الناس كلها يا ريت يعني ما نتاثرش بكورونا. ما اقعدش اسمع قدام برنامج او قدام بتاع ان كورونا خلاص. لا طبعا، ما احنا عشان كده دايما بنحب نؤكد طبعا. اخذ احتياطات شديده جدا، البس الكمامه، اغسل ايدي كويس قوي، الاكل من الشارع يا ريت الاكل من الشارع دلوقتي بلاش، يقلل. صح. واخد احتياطاتي، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا حمينا وربنا حمي مصر. بس الناس تاخد يعني تبدا تاخد بعض الاجراءات الاحترازيه البسيطه جدا. مزبوط. ما نستهترش بكورونا. مظبوط فعلا كلام حضرتك يا دكتور، واحنا بنؤكد برضو على كلام حضرتك. احنا بنقول لمشاهدينا يعني احنا لسه مستمرين في جائحه كورونا، كورونا ما انتهتش، فعشان كده لازم نمشي في اجراءاتنا. ومعلش الفتره اللي فاتت لو في الناس بدات تخف من هذه الاجراءات، لا ترجع تاني، عشان احنا زي ما قلنا لحضراتكم ان المنظمه الصحه العالميه بتقول ان ممكن يكون في موجه تانية، فاحنا مش عايزين يعني نخش في حاجه تانية لا قدر الله، وان شاء الله يعني تنتهي هذه الازمه على خير يا رب. انا بشكرك جدا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيدله القاهره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل بعد كده لخبر ان اناب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه لزياره ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع اكليل من الزهور. مشاهدينا خلونا نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر. وأكد الفريق أول محمد زكي أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر من طلائع القوات المسلحة، وأيدته جموع الشعب المصري في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، مشيرا إلى أن شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم. حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معانا خبر حابين نعرف تفاصيل عنه أكتر. وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ بعض الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات والبضائع التي تركها أصحابها بالمنفذ الجمركي. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الأستاذ رجب محروس المتحدث الرسمي لوزارة المالية. ألو، صباح الخير أستاذ رجب. صباح النور يا فندم. صباح الخير، أهلا صباح النور أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا إحنا كان معانا الخبر أستاذ رجب، فحابين برضو نعرف من حضرتك إيه هو المقصود يعني البضائع المهملة، وطبعا يعني مين اللي بيتحمل الموضوع ده، المستورد ولا حد تاني؟ حابين نعرف يعني هذا الموضوع عشان مشاهدينا يعرفوا أكتر من هذا الموضوع. خلينا أوضح لمعالي حضرتك إن البضائع المهملة أو الحاويات المهملة هي عبارة عن البضائع أو الحاويات التي يقوم المستوردون باستيرادها من الخارج. وعند الإفراج الجمركي من خلال الدائرة الجمركية سواء بالميناء الجاف أو الميناء البحري أو الميناء الجوي، فبيحدث هناك عدم اتفاق بين الفئة الجمركية المستحقة على تلك البضائع أو الحاويات، وبالتالي لا يقوم أصحابها بسداد الرسوم الجمركية، فبالتالي بيتم تخزينها لحين الاتفاق إذا كان هناك عرض على الإدارة المركزية لإبداء الرأي في الفئة الجمركية. أو هناك وضع آخر، هناك بعض السلع أو الحاويات لا تكون مطابقة للمواصفات البيئية طبقا لما تصدره وزارة البيئة، أو المواصفات الخاصة بالصناعة ذاتها، لأن هناك تحديد هام جدا صادر من القيادة السياسية بأن تكون كل سلعة لها شهادة منشأ، وفي هذه الحالات أيضا بيتم حجب البضائع والسلع المستوردة لحين تقنين أوضاعها طبقا لأحكام القانون السياسي لجمهورية مصر العربية. طب ايه اشكال البضائع دي يا استاذ؟ هذه البضائع والحاويات التي يتم التخلف اصحابها عن سداد الرسوم الجمركيه او عدم الافراج عنها لمخالفتها للمواصفات طبقا للقوانين المصريه بتاخذ حيز من الدائره الجمركيه، وبالتالي هناك العوامل الطبيعيه كما حضرتك تعلمها الا هي عوامل الاشتعال الذاتي او عوامل التعريه. فصدر قرار من معالي وزير الماليه بتخفيض فتره التخلص من الحاويات او البضائع المخلفه في الدائره الجمركيه بدلا من 4 أشهر الى شهر واحد، وذلك لاستخدام الارض المخصصه لذلك في وضع حاويات وتحصيل رسوم اخرى مقابل التخزين. يعني لما كانت بتقعد 4 شهور دلوقتي بقت هتقعد شهر بس. شهر فقط لا غير، وذلك للتخلص منها حتى لا يحدث هناك اشتعال ذاتي لبعض السلع والبضائع، حيث بقى ممكن يكون بها مواد كيميائيه او مواد سريعه الاشتعال نتيجه اختلاف درجه الحراره في المنطقه المحيطه
بهذه الأرض المخصصة لتخزين البضائع والحاويات المتخلفة التي لم يرغب أصحابها في سداد الفئة الجمركية أو حال مخالفتها للمواصفات الصناعية أو البيئة نزلتها طبقا لقانون وزارة البيئة أو قانون وزارة الصناعة أو المواصفات التي. طب هل ممكن ناخد فكرة عن أشكال هذه البضائع يا أستاذ رجب؟ ناخد فكرة عن يعني أشكال البضائع دي أو إيه البضائع دايما اللي بتبقى متواجدة أو متخزنة يعني؟ أشكال البضائع عديدة جدا، ممكن تكون سيارات، ممكن تكون قطع غير مطابقة للمواصفات، ممكن يكون طعام لبعض الحيوانات الأليفة زي طعام قطة الكلاب. هناك فئة بلدية خاصة بضيافة المبيعات أصبحت فئة رسم التنمية طبقا لقانون 83 لسنة 2020 بتخضع ب 25% بالخلاف إلى ضريبة قيمة مضافة. فهنا ممكن عندما يستورد المستورد الخاص بطعام بهذه الأطعمة فيقارن بين السعر الموجود في السوق والسعر الموجود بعد تحمل هذه التكلفة، فبالتالي لا يمكن الإفراج عنها حيث أن سيصبح سعر السلعة مرتفع في السوق ولا يستطيع المنافسة، فبالتالي لا يمكن الإفراج عن هذه السلعة من خلال زيادة رسم التنمية أو الضريبة لأنه لم يدرس القوانين الموجودة أو المطبقة في جمهورية مصر العربية أو اختلاف فئة الضريبة الجمركية على بعض السيارات سواء حسب السعة اللترية للسيارة أو حسب موديل السيارة. طب أستاذ رجب، حضرتك قلت دلوقتي إن المهلة بدل ما كانت 4 شهور بقت شهر، طيب بعد انتهاء المدة دي ومفيش حاجة تمت، إيه اللي بيحصل؟ بإيه الإجراء اللي بيتم؟ عرض هذه البضائع والحاويات عن طريق مناقصة للبيع بالمزاد المباشر ويتم الإعلام في الحرائق حتى يستطيع المستورد لو أمكن إن هو يجي يسدد المبلغ الذي يعرض في هذه المناقصة أو المزايدة ويستطيع شراء سلعته أو بضاعته التي قام باستيرادها من قبل ولم يرتبط استيلاد رسوم جمركية أو استيلاء مستنداتها طبقا للقوانين الصادرة الخاصة بهذا الشأن. تمام. يعني احنا طبعا يعني حابين يعني بشكر حضرتك على هذه التفاصيل لان طبعا كنا حابين نعرف تفاصيل عن هذا الخبر اكتر عشان مشاهدينا يكونوا على درايه بيه، فانا بشكرك جدا على هذه التفاصيل يا استاذ رجب. بشكرك جدا الاستاذ رجب محروس المتحدث الرسمي لوزاره الماليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل لخبر اخر برضو حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. البرنامج القومي للتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية. حابين نعرف أيضا تفاصيل عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة. ألو، صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا بحياتك يا دكتور. يعني حابين برضو حياتك تفيدنا ناخد فكرة عن البرنامج القومي للتنمية وتطوير القرى المصرية وطبعا الهدف منه علشان مشاهدينا يبقوا على دراية أكتر. خليني أقول لحضرتك أن البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية تحت شعار حياة كريمة ده السيد رئيس الجمهورية دعا لتنفيذ المبادرة حياة كريمة وده في يناير 2019. في يوليو 2019 تم تطبيق المعايير واختيار القرى، ولو جينا بصينا المداخلات الخاصة بالمعايير دي هي ايه، اول حاجة كان التدخل الاول المستهدف هما 4 حاجات. الحاجة الاولية تحسين جودة حياة الناس المواطنين في القرى المصرية الاكثر احتياجا اللي معدلات الفقر وفق الاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 70% فاكثر، يعني بمعنى أصح نستهدف صرف صحي مأمون، نستهدف رصف طرق رئيسة وفرعية، نستهدف تدعيم الوصول لخدمات مياه الشرب، يعني نوصل مياه الشرب لأهلنا في هذه القرى، إنارة عامة ونظافة وتجميل في هذه القرى. ده شق. الشق الثاني شق خاص بتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا. من خلال إيه يا فندم؟ من خلال سكن كريم، من خلال خدمات صحية، من خلال خدمات تعليمية، من خلال تطوير الوحدات الاجتماعية اللي موجودة في هذه القرى.
الشق الثالث المهم جدا وهو بناء الإنسان. بناء الإنسان كان لابد من تدخل مستوى تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية لأهلنا في هذه القرى الأشد احتياجا. فصول جديدة وحدات صحية ذات كفاءة، مراكز الشباب. البعد الرابع والتدخل الرابع هو توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للناس دي على أرض هذه القرى علشان نحافظ على استدامة جودة الحياة هناك. من خلال إيه يا فندم؟ من خلال قروض، هذه القروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنوعة في الصغر. من خلال كمان تدريب تحويلي لأصحاب الحرف للحرف المطلوبة، وإحياء كمان المنتجات اللي هي والصناعات التقليدية اللي كانت موجودة في هذه الأماكن واندثرت، يتم التعويل عليها ويتم نظام التلمذة الصناعية وتدريب ولادنا الموجودين هناك بحيث ان احنا نخلق فرص عمل حقيقية. كل ده فندم من منظور حوكمة الإدارة المحلية، بمعنى تعزيز كمان المشاركة المجتمعية من القيادات الطبيعية من المنظمات المجتمع المدني اللي موجودة على أرض هذه المحافظات. وبالفعل فندم وزارة التنمية المحلية مع وزارات الدولة المصرية المعنية اللي هي التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، الصحة، التربية والتعليم، الإسكان والصناعة وغيرها من وزارات الدولة المصرية، في نوفمبر 2019 تم تكليف وزارة التنمية المحلية أنها تشرف على مبادرة حياة كريمة. وعليه تم إنشاء وحدة مركزية مع وحدات فرعية في 11 محافظة اللي هي الأولى، اللي هي اخترنا على مستوى ال 11 محافظة 143 134 قرية. المجموعة القرى التي تم اختيارها حنلاقي ان احنا فندم ال 143 قرية فيهم 1.8 مليون مواطن. انا بتكلم حضرتك على المرحلة الأولى، المرحلة الأولى دي عملنا فيها 47 قرية مغطاة بخدمات صرف صحي تم، 88 قرية تم تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة فيها تم، 16,000 منزل تم رفع كفائتها وتركيب أسقف لها، 9,400 وصلة صرف صحي ومياه شرب تم تركيبها مجانا، 32,000 مواطن 1.8 كانوا أولى بالرعاية استفاد من خدمات طبية مجانية. وإيه كمان يا فندم؟ 92 قرية تم تحسين شبكات الطرق وخدمات الإنارة عشان نربطها بمحاور التنمية داخل المحافظات دي. 1,100 فصل بتستوعب فصل درائي يعني فصل تعليمي بتستوعب 44,000 تلميذ زائد 45 وحدة صحية ذات كفاءة إنشائية وتجهيزية مناسبة، بالإضافة إلى 202 مليون جنيه كانت قروض لتمويل مشروعات صغيرة عشان نشجع فكر فيه الأعمال، و10 مليون توفروا لتدريب مهني وحرفي على الأرض في ال 11 محافظة دول. طيب إنما إحنا فندم لو جينا بعد كده، جينا بعد كده المرحلة الثانية. تمام. وتفضل يا فندم. تمام، لا أنا بقول لحضرتك تمام اتفضل. جينا المرحلة الأولى اللي غطت 143 من القرية كانت دي يعني تنفذت ب 3 مليار و88 من 100 وشاركت فيها الوزارات المعنية زائد الخزانة العامة للدولة زائد طبعا مشروعات زي مشروعك، زي مشروع تنمية سعيد مصر في وزارة التنمية المحلية، زي صندوق التنمية المحلية. أيوة. وزي تداخلات اللي حصلت على الأرض من خلال التضامن الاجتماعي وكذلك زملائنا في وزارة الصحة. عشان كده فندم القرى يعني تحسين جودة حياة سكان القرى الأكثر احتياجا ده يعتبر مطلب مستمر، وهذا المطلب المستمر بناء عليه احنا بالفعل حققنا الاهداف اللي كانت مرجوه في المرحله الاولى. واخر حاجه في المرحله الاولى هيتم انجازها ان شاء الله خلال الشهرين القادمين، يعني بديسمبر تكون كل المرحله الاولى انتهت تماما.
المرحلة الثانية ابتدت في يوليو الماضي، وفي المرحلة الثانية بتغطي 357 قرية بتكلفة حوالي 9.6 مليون جنيه، وتستهدف مشروعات حقيقية على أرض هذه القرى الجديدة. يبقى احنا كده بنتكلم 143 قرية زائد 357 قرية، فاحنا بنتكلم في حوالي 550 قرية. طبعا كل ده يا فندم بيشملها مياه الشرب، تشملها طرق، تشملها تحسين بيئة، تشملها كهرباء، تشملها كمان مراكز الشباب، بتشملها مشروعات طب بيطري علشان الثروة الحيوانية اللي موجودة على أرض القرى دي، تشملها تنمية شاملة متكاملة، تشملها تعليم صرف صحي وحاجات صحية. بينفذ هذا الكلام معنا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. عايز أقول المشروعات اللي تم نهوها قبل 30 سبتمبر لو جينا إجمالا عليها فندم حوالي فيما لا يقل عن 19,029 مشروع. وبالتالي احنا بنتكلم على نسب انجاز محققة على الارض لتحقيق ليس فقط تحسين الصحة او تحسين الخدمات التعليمية، ولكن تحسين جودة الحياة متكاملة بالنسبة لأهلنا في القرى الأكثر احتياجا. طبعا يا فندم الكلام ده ما بيتمش من خلالنا احنا هنا في القاهره، لكن وزاره التنميه المحليه رصدت احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفه. تمام. على مستوى ال 357 قريه السابق التوافق بشانها بين الشركاء كلهم من خلال 371 لقاء مجتمعي شارك فيهم حوالي 9500 مواطن بالقرى المستهدفه عشان يحددوا هم احتياجاتهم ويتناقش فيها ونرتب هذه الاحتياجات وفقا للأولويات. ثم بعد ذلك المحافظات جمعت هذا الكلام وعملت اجتماع للجان تم تشكيلها اسمها لجان التخطيط المحلي لمراجعة. دي بقت منهج حياة يا فندم، يعني بقى التخطيط منهج حياة. تمام. لجان التخطيط المحلي رجعت المقترحات الواردة من اللقاءات ال 371 دولة الخاصة باللقاءات المجتمعية، مقترحات الجهات الفنية لأداة المقترح الأولي للخطة. ثم بعد كده ناقشنا الخطة مع الجهات المركزية هنا لضمان تكاملها وتوفير المخصصات المالية وغير المالية المطلوبة لها. وبالتالي كانت بالفعل الاعتمادات المستهدفة مبادرة حياة كريمة في خطة 2021 بالكامل جملتها على بعضها وصلت الآن إلى 9.6 مليار جنيه. تمام. ومعايير المفضلة بين المشروعات وترتيب الأولويات كان وفقا لأربع أسس. الحاجة الأولى أو إعطاء ميزة مطلقة لمعيار الإتاحة، توفير خدمات للمناطق المحرومة ثم تحسين جودة الخدمات اللي احنا بنقدمها، يعني المكان اللي ما فيهوش الخدمة اصلا ده ليه اولوية مطلقة. أيه. ثم بعد ذلك المكان اللي فيه الخدمة ومحتاجة تترفع كفائتها يأتي بعد ذلك. ده في القطاع كل القطاعات اللي بتشملها المبادرة. تاني شيء افضلية للمشروعات كثيفة العمالة. ليه؟ لانها هتخلق بالفعل فرص عمل حقيقيه وخاصه للعماله غير المنتظمه. مظبوط. يبقى انا النهارده برفع من كفاءه معيشه الناس بنوجد فرص دخل حقيقيه مستقره مستمره. بالاضافه الى ذلك المحور الثالث المهم جدا هو توفير محطات لمعالجه وعدم مرور الشبكات على القرى تكون محرومه من الصرف الصحي. بمعنى ايه؟ معنى الشبكه ممكن تكون موجوده لكن مش متوصله القرى دي على هذه الشبكه، يبقى فيتم توصيلها. بالظبط يا فندم. تمام. رابع حاجه مهمه جدا هو توفير الاراضي المطلوبه لتنفيذ المشروعات. أيوة. وده بيتم من خلال المحافظات اللي فيها القرى دي بحيث في الاخر القرى اللي محتاجه نضمن تحقيق جوده الحياه بالنسبه لاهلنا في هذه القرى الاكثر احتياجا. يا رب يا دكتور، احنا فعلا طبعا يعني شايفين المجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه، وده طبعا كل الشكر لكم على هذا المجهود، وان شاء الله نرى كل الناس في الافضل وفعلا كل الناس تعيش حياة كريمة اللي هي منتظرينها يا رب ان شاء الله.
أنا بشكرك جدا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجكم صباح مية، خليكم معنا. يا فتى واحنا اللي ليلنا طال، كيف اوان جرحنا والشدة ليها رجال، صوتك جميل رنت تنقش على الارواح، ترسم بداية زمن للبهجة والافراح، قلبك يساعدني فكرتني هاية الليل، حلمك وطن نبني ونلاقي لينا مكان، انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال، يا كلمة الحق يا روحنا وملامحنا، فسرنا بك حلمنا وعرف احنا، ومشينا ومسرنا هنعدي يا ناصرنا، وفي يوم نطول شمسنا تنور بصايرنا، ولو يكون حلمنا اكبر من الامكان، انت اللي من حلمنا مصر. ثورة 23 يوليو هي التي غيرت بناء النظام الدولي، كانوا مش متوقعين انه الثورة تبقى بهذا الشكل، كانت حركة بيضاء في الأول، استطاع عبد الناصر انه يتفاعل مع الشعب ومطالبه الحقيقيه بالعداله بعد 48 يوم والى اخر الاجراءات اللي احنا عارفينها. واسقاط الملكيه، محاربه الاستعمار، دي خطوات. امتى غير النظام الدولي؟ عندما اصدر مدار الاستقلال الوطني محور دور مصر في الاقليم، المنطقه العربيه والشرق الاوسطيه، أخذ قرار بعقد صفقة الأسلحة التشكيلية. لو احنا 55، لو احنا نتذكر انه الثلاثة هد والثلاثة بناء، منها أول بند في البناء بناء جيش وطني قوي، لأنه هو ده اللي هيحمي الاستقلال، هو ده اللي هيحمي الرؤية الناصرية في قراءة الإقليم والتعامل معاه. وبالتالي يعني على طول أعطى ظهره للغرب وبدأ يتجه للشرق، عقد اول صفقه اسلحه تشيكيه لاعاده بناء الجيش المصري، على ان مصر استطاعت ان تسهم بعبقريه ثوره 23 يوليو وقائدها وزعيمها جمال عبد الناصر في تغيير هيكل النظام الدولي. الهيكل يعني البناء اصبح طرفين، ثنائي القطبيه وبينهما العالم الثالث، قائم على فكرة خمس مبادئ من التعايش السلمي، الحياد الإيجابي إلى آخره، عدم الاعتداء، عدم التنكر إلى آخره. أيضاً من حيث التفاعلات، إنه ما يتمش حاجة في الإقليم خارج مصر. نتذكر عبد الكريم قاسم لما دخل الكويت وحب يحتل الكويت، إيه اللي حصل؟ عبد الناصر وقف من خلال الجامعة العربية وقال بره يعني بره، وممنوع أي قوات تدخل من مواليد كل مسلم. هذه قوة مصر، عكس لما صدام حسين دخل، ها مصر كانت بتبعت له رسائل كل يوم، عمالين نسجل رسائل، رسالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة دول فعاليات. فعايز أقول تغيير النظام الدولي من حيث البناء، من حيث الفعاليات، من حيث التأثير في السياسات، العالم كله كان بيعمل حساب لعبد الناصر وثورة يوليو على خلفية
إصرارها على ممارسة الدور وتحمل أعباء الدور. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع نشوف تقرير عن يعني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسرة المصرية. وزارة الداخلية تهدي ماكينات عيادة لعدد من السيدات المعيلات من ذوي الإعاقة السمعية. مشاهدينا تعالوا نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. مجموعة من السيدات المعيلات من ذوات الإعاقة السمعية تم دعوتهن من قبل وزارة الداخلية لتقديم دعم ومساندة لهن بالتنسيق بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع. وفي احتفالية أقيمت لهن استلمت هؤلاء السيدات ماكينات خياطة، وهي هدية قدمت لهن من قبل وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم للأسر المصرية وبخاصة تلك الفئة في إطار مبادرة كلنا واحد، وانطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية التي أولت تلك الفئة اهتماما ورعاية خاصة من مساندة إلى الاهتمام بتقديم الخدمات الشرطية لهم. حاسين ان احنا كلنا واحد، حاسين ان احنا الدنيا كويسة. بتشكر وزارة الداخلية كتير قوي، استاذ رئيس الجمهورية بشكرك قوي قوي، الحمد لله ان كلنا مع بعض حاسين بالصم والبكم، بنشكركم كده والدعوة الكريمة دي، شكرا لكم والحمد لله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وقد قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتسليم ماكينات الخياطة للسيدات المعيلات وبحضور عدد من ذويهم. إن الماكينة دي هتشتغل فيها في البيت، هتنتجي بها إيه؟ ملايات سرير وستاير. أنا ممكن أقدر أعمل إنتاج ومعرض وأبيع وأشتغل، وإن شاء الله أكسب، وربنا يعني ويعينكم، وشكرا ليكم على هذه المبادرة. فعلا انا كنت محتاجه ادي الشغل الماكينه دي عشان اشتغل. ومع تسلم المستفيدات لماكينات الخياطه عبرنا عن سعادتهن باشارات شكر وامتنان لتلك المبادره، كما اكدنا على انها نوال مشروع صغير يدر دخلا ثابتا لتحمل نفقات الحياه. كلنا واحد، حياه كريمه، تشكركم لان مبادره كلنا واحد. نشكر السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي على دعم أولينا، نشكر وزارة الداخلية ليه؟ تدينا دعم إن إحنا نعيش حياة كرامة، بتدينا مكان نشتغل بيه. من قبل سيادة الرئيس السيسي أنا بقولها لكم بصراحة ما كانش حد بيساعدنا، دلوقتي هو اتكلم عننا الدنيا كلها بقت شفنا. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو بيعيشنا بكرامة، عمل لنا أول قانون للمعاقين. بشكرك كتير جدا، بشكر وزارة الداخلية انها بتهدينا مكنة عشان اعيش بكرامة برضه، ولسه متخرجة من تالتة ثانوي وعاوز اخش الجامعة، هصرف منين؟ المكنة دي هتساعدني ان انا انتج واصرف على دراستي، وابقى الحمد لله معايا فلوس اقدر اعيش، وابقى مستقبلي في امان، وربنا يبارك لكم، ومتشكرين لكم جدا، شكرا لكم. وتأتي تلك المبادرة اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية بخاصة المعيلة منها ورعايتها. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، والحقيقه اسمحوا لنا نطلع نشوف بيان بدرجات الحراره المتوقعه النهارده، ونعرف كمان اسعار الذهب والعملات، ونرجع مع حضراتكم لفقره الصحافه هنناقش فيها المنشطات اليوميه النهارده، وبيسعدنا في تحليل الخبر هيبقى موجود وجود الاستاذ احمد خليفه الكاتب الصحفي. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقره الصحافه، خليكم معنا.